يسافر أكثر من 10 ملايين مسافر يومياً عبر أكثر من 100 ألف رحلة جوية حول العالم، تحلق بهم الطائرات على مدار اليوم، يمضون خلالها ساعات من أوقاتهم يأكلون فيها ويشربون ما لذ وطاب. ولطالما تساءلنا كيف تصلنا تلك الوجبات بهذا التنوع، وما هي رحلة الوجبة الواحدة حتى تصل إلينا على متن الطائرة؟ مراحل إعداد وجبات التموين عبر أكبر شركة لتموين الطائرات في السعودية، وهي شركة الخطوط السعودية للتموين التي تمد تموين 81 شركة طيران، ويتم تقديم عدد يفوق 22 مليون وجبة سنوياً على الطائرات، توصيل الوجبات من 205 إلى 210 طائرة يومياً في محطة جدة، بطاقم موظفين يبلغ عددهم أكثر من 4000 موظف بجميع وحدات التموين. تبدأ رحلة الوجبة في شركة الخطوط السعودية بالمختبر، فقبل إعداد الوجبات تدخل المواد الغذائية إلى قسم المختبر في تموين السعودية لأخذ عينات من الأسطح والمعدات في مراحل الإنتاج لضمان صحة وسلامة الغذاء والعاملين داخل وحدة التموين، وتظهر نتيجة الفحص خلال 24 ساعة، بالإضافة لتخصيص جهاز لقياس تلوث الهواء يتم فيه سحب عينات عشوائية لضمان عدم تلوث المواد الغذائية والهواء داخل أقسام تموين السعودية. الأشياء اللي يحرص عليها تموين الخطوط السعودية جودة وسلامة الغذاء. إحنا الآن موجودين في المختبر المركزي الذي يخدم جميع محطات تموين الخطوط السعودية. المختبر هذا يقوم بتحليل عينات عشوائية توصل أحياناً إلى أكثر من 6000 عينة غذائية يتم تحليلها سنوياً. أيضاً في عندنا أكثر من 21 ألف عينة أسطح لإحفاظ سلامة الأسطح والعاملين والأدوات، لتنتقل المواد الغذائية بعدها للمستودع الرئيسي ليتم تخزين جميع المنتجات الجافة في مستودع كبير جداً يتم الاحتفاظ فيه بالمواد الغذائية قبل طبخها لمدة 14 يوم كحد أقصى. يبلغ حجم المستودع 1319 متر مربع، الذي ينقسم لجزء خاص بالمنتجات البلاستيكية الخاصة بالوجبات وجزء خاص بالغذاء والمعلبات، ويحتوي على أقسام أخرى كقسم مبيعات الطائرة ومبيعات الصالات ومبيعات الأونلاين. ومن بعدها الآن نذهب إلى بداية رحلة إعداد الوجبة الصغيرة من داخل مطبخ إعداد الوجبات، المكان الأهم الذي يتم فيه صنع الوجبات الرئيسية، الذي يتميز بالعديد من الطهاة المحترفين والمتخصصين من الرجال والسيدات. أنا معتزة كوني امرأة سعودية وبأدي واجبي بكل حب وبكل دقة وبكل احترافية. هذا الشيء مو بس أنا أفتخر فيه، كل أخواتي وكل الشفية الموجودين هنا السعوديات يفتخروا إنهم يقدموا شيء زي كده. وبداخل المطبخ يوجد قسم خاص للمخبز يتم داخله تحضير المخبوزات جميعها بعجنها ثم وضعها في جهاز التخمير قبل أن تذهب إلى الأفران بأيدي متخصصين في عالم المخبوزات يخضعون لاشتراطات صحية وكشف دوري، ثم تذهب الوجبات لآلة التقطيع بالمطبخ عبر تقنيات حديثة في آلات التقطيع التي يتم برمجتها لتقطيع الطعام بالمقاس والحجم المحدد حسب الاحتياج. وهنا تنظيف الطعام، حيث يخضع الطعام لدقة عالية في آلية التنظيف، لذلك يتم غسل الأطعمة 3 مرات بماء صافي لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تصفية الماء وتعبئة ماء جديد، ويضاف إليه حبوب الكلور لقياس درجة تركيزه مرة أخرى لمدة 15 دقيقة. ومع اقترابنا للمرحلة النهائية نأتي لتعبئة الوجبات، فبعد الانتهاء من مرحلة الطبخ والتبريد تأتي مرحلة تعبئة الطبق حسب المواصفات والأوزان المطلوبة من شركات الطيران والطائرات. اليوم حسيت بالمعنى الحقيقي لقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتوصلنا وجباتنا بكل سهولة ويسر، بينما هناك الكثير من القائمين والأشياء اللي تصير خلف الكواليس في هذه الوجبة الصغيرة.
ضيوفنا الكرام، وجبتكم صارت جاهزة. من هنا من قلب الشركة السعودية للتموين نشارككم قصة وجباتكم التي تستمتعون بها دوماً فوق السحاب. نتمنى لكم رحلات سعيدة ووجبات شهية وبالهناء والعافية.